فاطمة لو بتحسي بوجع قومي بنوديك المستشفى. الحمد لله أنا بخير، قليل وباقو. شوفي لا تكابري، لو تعبانة تكلمي. والله أنا بخير، تسلمي يا حقة. هي شوفي دي يا منى، شوفي دي الحرمة اللي ولا تشي تفهم الكلام. منى منى يا خاقي ده مالك؟ مالك يا بنتي بإيش تفكرين؟ بالله بإيش بكون أفكر يا جدة؟ معلش يا بنتي هذا أمر الله. هني للآن مش قادرة استوعب فكرة إنه اللي قتل جدي واحد مننا. طول اليوم أحاول أقنع نفسي إنه هذه شكوك براس رأفت وبتروح على لحالة، لكن الموضوع كبر يا جدة وشكله حقيقي. صعب صعب أتقبل دي الفكرة يا جدة، صعب. صدقيني ما حد بهذا البيت ممكن يقتل سعيد، كل اللي بالبيت يحبوه، ما فيش غير اللي ما تتسمى. من تقصدي يا جدة؟ في غيره بالبيت ما تتسمى؟ قصدك عبير؟ كلنا اللي بالبيت عارفين ان تزوجت سعيد على طمع، ولا ايش بيخليها تتزوج واحد بعمر جده؟ بس ده مش معناته انه هي اللي قتلنا يا جده. ما حد داري. حرام عليكم يا جماعه، عبير مسكينه ومش معقول تعمل كده. كل مدني وتحته جني يا فاطمه. صح اني مش طايقه هذه اللي اسمها عبير من اول يوم دخلت بيننا، بس ما اقدرش اني اتهم ان هي اللي قتلت جدي. بصراحة أنا ما أظنش إن عبير من النوع اللي ممكن تقتل. مالكم؟ أنتوا نسيتوا كل اللي حصل بينهم في الفترة الأخيرة ولا كيف؟ ما نسيناش يا جدة، بس برضه مش لدرجة إني تقتلوه. أيوة كلامنا صح، عبير مش ممكن تقتل حق سعيد. حرام عليكم، عبير طيبة ومسكينة، بس أنتوا اللي ما حاولتوش تفهموها. طيب بسألكم، ما دام قدر القاتل واحد من الموجودين في البيت، بمن تشكي يا منى؟ وانت بمن تشكي يا فاطمة؟ أنا بصراحة ولا أشك بحد ولا أفكر بهذا الموضوع من أساسه. وانت يا منى تشكي بمن؟ أنا صعب أقول من. ما لمش انت قلتو إنه القاتل واحد من الموجودين في البيت، هيا لو خيروك انت بيننا كلنا بمن تشكي؟
قد قلت لك يا جدة، صح اني ما اطيقش عبير، بس اني استحالة اتهم اتهام زي ده. ما لأني ما قلتش اتهميها هي ولا هي. برضه لا بشك فيه ولا بغيره، الامور دي حساسة يا جدة. والله ما حساسة الا انتي. طيب يا جدة بسألك، انتي تشكي بمن؟ عبير طبعا. شيلي عبير دي من راسك يا جدة، كأنها مش موجودة. كيف يعني؟ يعني لو مش عبير بتشكي بمن؟ ألو ماجد، أنا مش قادرة أتحمل يا ماجد، السلوى الجمل بتقوم حقهم الأدية من جديد. أيوة تجمت عليا. لا لا أنا ما في بيش حاجة، ابتهى الفارعات بيننا، بس هم يددوني قدام الكل. أنا خايفة على نفسي يا ماجد، والله العظيم أني خايفة. أنا شلي من ده كله، يا ريتني ما سويت اللي أنا سويته. معلش يا عبير، اهدي واصبري، ما فيش معي حل ثاني الآن. أنا مش قادرة أصبر، مش تحسب الوضع اللي أنا فيه بسر ولا عادي؟ أقول لكم هددوني قدام الكل، حاسة نفسي بختنق يا ماجد، أنا مش قادرة أتحمل. أنا عارف يا عبير إن الوضع مش بسيط ومش عادي، علشان كده أقولك لازم تصبري وتتماسكي وتكوني قوية كمان. يا ريت أقدر يا ماجد، الضيق اللي أنا فيه بو مش من اليوم أو من أمس، أنا مش قادرة أعيش هنا من يوم اللي حصل بيني وبين سعيد. اللي حصل حصل يا عبير، خلاص انسي. دحين أنت مالك يا ماجد؟ إيش مش فاهمني ولا إيش؟ بعدين بس اسألني إيش اللي غيرك من ناحيتي يا عبير؟ شوف ردك البرد معي، ولا كأنني أهمك، ولا كأنني واقعة بمصيبة. خلاص يا ماجد لو سمحت خلاص، مش أتكلم معك، روح بعد حالك، مع السلامة. إيش أعمل أنا طيب؟ ولا تعمل شيء، ولا أفضل إنك تبقى بعيد يا ماجد. وأخلي عبير لحاله؟ وجودك بجنبه ما بيفيد بشيء، بالعكس وجودك بجنبه بيضر عبير، وأنت عارف وفاهم هذا الكلام. يا دكتور أنا أحاول. يا ماجد افهم، أي تصرف غبي منك أو من عبير قد يسبب مشكلة، ونحن مش ناقصين مشاكل. أنا ما سويتش حاجة غلط يا دكتور، عبير دي بنت خالتي، أتربت معي عند البيت من عمر 7 سنين يوم ما مات أبوها، يوم بيوم ساعة بساعة، أنت عارف وفاهم إيش يعني ذا الكلام. فاهم ومقدر هذا كمان، بس برضو مش هذا السبب الوحيد لاهتمامك فيها. مالك يا دكتور، هذا الكلام أنا ما أقبلوش منك، عبير عمري ما كانت تفكر. أنا ما أقصدش عبير، أنا أقصدك أنت يا ماجد. أنا مهنة، إيش شفت مني يا دكتور؟ شفت اللي شفته، وما فيش داعي الكلام هذا، وياريت ما تخليناش أفطر وأجيلك مرة ثانية هنا. خليك بعيد أفضل يا ماجد، الوضع ما يحتملش. وياريت تقطع اتصالك فيها، أنا أعرف أنك عاقل وتعرف فين مصلحتك. يا بسام، يا بسام، ايش فيني؟ ايش سقطك؟ فينك يا اخي من اول نصيح لك؟ انا كنت تحت. ايش سوي تحت؟ انا لمستك ما لاقيكش. يا حسن انا حسيت انا وضع قلبك، كنت انا جنبك طول الوقت. ها؟ قسفنا فيك انت الان. يعني عشت 24 ساعة جنبك؟ دي مش عيشة والله. ده كلامك دحين يا بسام ها؟ والكلام الاول اللي قلت لي وخلاص انتسح، راح عليك. سام لا تقولش كده، انا مش قصدي. انا صدقت انا كنت داري من اول يوم. انت اصلا ما تهمش احد، ما يهمكش الا نفسك وبس. سام تسكت كيف دار؟ انا كده تشوف كيف حالتي؟ تقدر تقول لي انا كيف بقدر اكمل حياتي كده؟ يا اخي مش حرام عليك؟ اخي روح لك. بسام 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 بسام، يما 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 يا منى يا منى. ده حسام بسام، اكيد بسام اجت له النوبه. اجري يا منى. الله يستر الله يستر. يا دكتور فؤاد، يا دكتور فؤاد، يا دكتور. مالك يا منى ايش في؟ فين الدكتور فؤاد؟ خرج. ليش؟ خرج؟ فين راح وقته؟ يا بنتي قولي ايش في؟ ايش استوى؟ بس انا رجعت له النوبه مره ثانيه. مره ثانيه؟ ايوه. معقول؟ ايوه. طيب فين الان؟ فوق بغرفته. امشي طلع انا. يلا يلا. اسمع اطلع اتصل بالدكتور قول له يجي بسرعه، استعجله. اكيد اكيد بنتصله. الو فينك يا دكتور؟ بس ما قلت له النوبة مرة ثانية، ايش نفعل؟ لا 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 مش معقول،
ثلاث مرات بيوم واحد. فين هو الآن؟ بالأرض. خلاص خليه مكانه. لا 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 ولا تسوي حاجة. ولو وقف تشنق خليه على جنبه اليمين. لا تقلقوش، أنا واجي الآن بالطريق. الدكتور قال خلوه كذا أول ما يوقف تشنق. أنت متأكد يا بني؟ أيوة أنا متأكد، الدكتور قال خلوه كذا وبيكون تمام. دي ثالث مرة تجيله النوبة وبنفس اليوم. وهذا شيء غريب يعني؟ أيوة، ما حصلتش معه أبداً. تجيله النوبة بين فترة وفترة يعني. أيوة ما قلتي لي يا منى. إيش سبب النوبة دي؟ هذه قصة طويلة. والآن مش وقته، بحكي لك بعدين كل شيء. خلاص الحمد لله، وأنا ذي الحين بارح لأمه وأبوه وشمت بهم شماس الذي ولا دارين بعيالهم ربي فين طرحهم. مالك يا عمة؟ ليش كل هذا الدقوق؟ بك يصير النار. بطل الفصاح حقك وامشي انت وزوجك وروح شوف ابنكم بسام. بسام؟ ايوه. مالو بسام؟ روحي شوفي انت ما تفهمي. ها خير خالة في حالك؟ يا جمال ابنك كثر النوبة مرة ثانية روح شوفه. ايش تقولي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، دي ثالث مرة تقيله ماله؟ خلي اسئلة ذا الحين وروح شوف ابنك الحق اجري. ايه حسن ما جيت، طلع عندهم الحين. ما عرفش دعاية دكتور، بسام بخير. ما طولت النوبة كثير؟ لا الحمد لله. الحمد لله كويس. دكتور، ايش يعني لو طولت النوبة؟ لو طالت نوبة التشنج أكثر من خمس دقائق مش كويس، لازم ينقل مباشرة للمستشفى. لا الحمد لله، ما وصلتش لهذه الدرجة. الحمد لله. الحمد لله. منى، من متى تجيله هذه النوبات؟ وإيش سببها أصلاً؟ بدأت تجيله دي النوبات من بعد الحادث. حادث؟ ايش من حادث؟ الحادث اللي انصاب به حسام. وايش دخل بسام بالموضوع؟ بسام كان السبب بهذا الحادث. ما بتعمليش كيف يعني؟ شقاوة جهال يا رأفت. هني بفهمك. بسام كان يحب يسرق مفتاح سيارة أي حد، ويروح يطلع يسوقه ويلعب به، خصوصا سيارة جدي الله يرحمه. أهلاً. وفي يوم أخذ بسام مفاتيح سيارة جدي من غير ما يعرف. خرج بعده هو حسام للحوش عشان يسوقوا السيارة. طبعاً دي مش أول مرة يعملوها، وكان جدي دايماً يصيح فوقهم ويعاقبهم، خصوصاً بسام لأنه كان يعملها باستمرار لحاله. هم راجعين يشتوا يدخلوا السيارة للحوش، فجأة سقط حسام، بس بسام ما ركزش عليه ولا حس بسقوطه، وبدون ما يدري طلع فوق حسام بالسيارة. والله مسكين حسام. هو بسام كمان مسكين، حالته صعبة، يتعذب من ديك اليوم، مش قادر يستحمل يشوف أخوه يوميا قدامه وهو بدي الحالة، وهو عارف إنه السبب. علشان كده بسام مهتم بحسام ويشوف كل طلباته. أيوة، من يوم الحادث وبسام يحاول يساعد حسام ويلبي كل طلباته، بس للأسف مهما حاول شعوره بالذنب يزيد يوم بعد يوم، وحسام كمان مش قادر ينسي إنه بسام هو سبب إعاقته، رغم انه حسام يحاول قدر الامكان انه ما يبينش ده الشيء.
بسام حبيبي كيفك الآن؟ بسام مالك ابني؟ هذه ثالث مرة تجي لك النوبة، قل لي إذا تعبان بوديك المستشفى. بسام مالك ابني؟ تعبان ولا لا؟ رد علي مالك ما تتكلمش. بسام ايش طلقت ولا ايش؟ مالك يا جمال؟ الولد حالته حاله وانت كمان تعصب فوقه. ما دخلك شيء قدامي، اخلوه ما يرجع عليا. خلاص لو سمحت، الولد تعبان. ها لو سمحت، خلاص خلاص خلاص، بسيب لك الغرفة انت وهو، انا خلاص ما عاد مش طافة اتحمل وجع القلب. أنت يا محمود طيب زيادة على اللزوم وفهم الطيبة غلط، عمر الطيب ما يكون أهبل يا ابني. أنت لازم تتعلم أصول الشغل، تعرف كيف تكون ثقيل وصاحب اسم وسلطة. التجارة تحتاج قوة، ولو بقيت زي ما أنت بتفشل، صدقنا بتفشل يا ابني. يعني يابا أرجع زي يا جمال أعمل اللي أعمله علشان أكون صح يا ابني؟ في حاجة اسمها توازن، افهم يا محمود. انت ماسك خط الطيبة وتعامل الناس بحسن نية، التجارة ما ينفعش مع الكلام ذا. اما جمال ماسك خط المكسب، المكسب وبس مهما كانت الطريقة، والطريقتين مش صح. انتوا الاثنين كل واحد منكم ماسك خط غلط وماشي فيه، وعلشان كذا انتوا في الاخير بتخسروا. مالك يا محمود سرحان؟ تعبت يا ابتهال تعبت. ومين مش تعبان في هذا البيت؟ حتى اللي عاملين نفوسهم انهم مرتاحين واقوياء، هم من داخلهم تعابة. البيت هذا يا محمود لعنة، نقمة مش نعمة. حتى وهو ميت تعبنا، يحاسبنا على تصرفاتي، يحاسبنا على كل حاجة. تعبت. من ده أبوك؟ ومن غيره. أشوفه قدامي بكل لحظة، وأسمع صوته يرن بأذني بكل ثانية. تعبت. تعود من الشيطان يا محمود. صلي على النبي وهدأ. اللهم صل وسلم. أبوك راح وارتاح، وانت مع الوقت بتنسى وبترتاح. مش باين يا ابتهال، مش باين. دكتور ايش السبب ان النوبة تجي ثلاث مرات لبسام في يوم واحد؟ انا عرفت من هنا انه تجي له نوبات اوكي، لكن يعني في اوقات مختلفة. غالبا الضغط النفسي هو السبب المباشر لحدوث النوبة. لو تشت الصدق، كل اللي بالبيت هنا مضغوطين نفسيا. بس هو تعب نفسه كثير. كيف يعني؟ يعني اقصد انه هو صغير والضغط عليه كثير. كلامك صح يا استاذ طارق، بس ما يرحمش نفسه، الله يهديه فضولي، طول اليوم يتقفز من مكان لمكان. اعذروني اني لازم اروح اتفاقد بسام واشوفه اذا محتاج حاجه. انا اول مره اسمع قصه الحادث هذا. طبعا عارف انه حساب سوى حادث، بس ما كنتش عارف التفاصيل. انا والله مش عارف تعاطب مع بسام ولا مع حسام. الله يعينهم بس النفري. فعلا الله يعينهم، الحادث اثر في نفسياتهم كثير كثير. والله قصة حسام وبسام دي قصة، كل ما ساعة نسمع قصة جديدة من الميت. لا انت بقى جلس اسمع قصص. كم يا قصص سمعنا من الصباح. مش مشكلة باللي راح، المشكلة باللي واجي.
ايش عادوا مخبى علينا من قصاص وبلاوي؟ الله يستر الله يستر. يلا قد احنا جالسين لا شغل ولا مشغله، والقصص هذه تقزع الحين الوقت. ايوه يا دكتور، قالك تليفون اول سيبتنا احنا وراحت. فين راحت؟ ها؟ لا لا ابدا، كانت معي شغله في البيت وخلصت ووقيت. بس مرقب، وانا بروح الغرفه بتكلم مع ابوك في موضوع مهم. لو صحى اخوك ولا احتاج لي شيء صحيني. حاضر. ايش في حسام؟ مالك حبيبي؟ ليش؟ ايش اللي ليش؟ ليش انا بالذات؟ ليش حصل معي كل ده؟ لا تبكيش يا حبيبي، اللي حصل قضى الله وقدره، لا انت ولا بسام لكم يد في اللي حصل. اللي قاهرنا يمنا، انا مش قادر اسامح، مش قادر انسى اللي حصل. كل ثانية محفورة بخيالي وتنعاد قدامي كل يوم. انا انسان سيء يا امه. لا تقولش كده حبيبي، حرام عليك نفسك. مش قادر اسامحه، مش قادر اسامحه برغم انه اللي حصل مش بيده. انا عارف انه اللي حصل مش بيده.